بعد هدوء دام أشهر تعود المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية من جديد هنا في جبهة الأقروض البوابة الجنوبية لمحافظة تعز. استطاعت الميليشيات الانقلابية قبل نحو يومين التسلل نحو مواقع قوات الجيش الوطني في تبة الرضعة والهوبين التي نتواجد فيها الآن والشقاق، لكن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على هذه المواقع. في هذه الناحية تشاهدون تبة الرضعة الاستراتيجية، وهي تبة تسمى بالعرف العسكري تبة حاكمة كونها تطل على مناطق واسعة من المنطقة. الميليشيات تسللت نحو هذه التبة، لكن قوات الجيش الوطني استطاعت استعادة السيطرة عليها ودحر الميليشيات الانقلابية منها، كما تم تحرير المناطق التي تسللت إليها الميليشيات الانقلابية كما قلنا سابقا الرضعة والهوبين التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة إلى تبة الشقق اللي هي المجاورة لنا. نحن الآن في الخط الأمامي لقوات الجيش الوطني، وكما تشاهدون المعارك ما تزال مستمرة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية. الجيش يسعى لاستعادة السيطرة على المواقع التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات حتى هذه اللحظة. معنا هنا قائد جبهة الأقروض الرائد مبارك الجرادي يطلعنا على الأوضاع الميدانية هنا في هذه الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم. تم استعادة المواقع التي كان مسيطر عليها ميليشيات الحوثي من قبل الأبطال المرابطين في الجبهة، ودعما بممثلة بالأخ القائد عدنان الحمادي التي أرسل إلينا الدعم الكامل ل استعادة جميع المواقع. هنا الرضعة المطلة علينا مقابلة بالمناطق المجاورة التي هي المنارة، وبفضل الله ثم بفضل الرجال المقاتلين في جبهة الأقروض تم استعادة كل المواقع. نحن صامدون كصمود الجبال ولن يستطيعوا التمكن مما يريدون إليه. هنا الأبطال متواجدون في جبهة الأقروض. إذن هكذا هو الوضع الميداني هنا في جبهة الأقروض التي يمر منها الخط الذي يربط محافظة تعز أو بالأصح مدينة تعز بالجزء الآخر من المحافظة في منطقة الحوبان وكذلك بالمحافظات الشمالية. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من جبهة الأقروض.